تحية طيبة مشاهدين الكرام، نشرة السادسة وفي أبرز عناوينها تتابعون. المجلس الدستوري يقرر فوز محمد والشيخ محمد أحمد غزواني في الانتخابات الرئاسية ويعلن رفض الطعون المقدمة على النتائج. اجتماع لمرشحي المعارضة في الانتخابات الرئاسية للخروج بموقف موحد من النتائج النهائية المعلنة من طرف المجلس الدستوري. الجمعية الوطنية تعقد مؤتمر الرؤساء وقانون المالية المعدل لميزانية الدولة لعام 2019، أبرز المشاريع المطروحة للنقاش. أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة. أعلن المجلس الدستوري اليوم فوز محمد والشيخ محمد أحمد غزواني في الانتخابات الرئاسية بنسبة 52% من أصوات الناخبين. هذا وشهدت الأيام التي تلت أعلن نتائج ردود فعل متباينة حول العملية الانتخابية، وقد أودع بعض المترشحين طعونا لدى المجلس الدستوري. كل العيون تراقب ما سيسفر عنه قرار المجلس الدستوري. محمد للشيخ محمد أحمد الغزواني يفوز برئاسة موريتانيا رسمياً لخمس سنوات مقبلة وبنسبة 52%، إعلان كشف غطاء أسبوع من انتظار البت في النتائج. وأن المرشح محمد الشيخ محمد أحمد الشيخ الغزواني قد انتخب رئيساً للجمهورية الإسلامية الموريتانية في الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية التي جرت بتاريخ 22 يونيو 2019. رفض المجلس الدستوري جميع الطعون المقدمة من طرف المعارضة. فيما يرى البعض أن الفوز كان مستحقا. ومبروك علينا وعليكم وعلى الشعب الموريتاني، وإن شاء الله رئاسة مباركة، إن شاء الله يجبر فيها موريتاني الهنا وحالة طيبة إن شاء الله واستقرار، وللشعب الموريتاني هم اللي رئيس للشعب الموريتاني كامل. باحت صناديق الاقتراع بأسرارها لتكتب حقبة جديدة من تاريخ موريتانيا، طالما قال الرئيس المنتخب إنها ستكون مختلفة، ففيها تنصهر جميع الفوارق الاجتماعية ويحصل العاطل على وظيفة ويستقيم التعليم والصحة. اليوم أوصل نصاب المواطنين رئيسا جديدا إلى سدة الحكم ليفي لهم بوعده. الآن حصحص الحق، وأعلن المجلس الدستوري فوز المرشح محمد الغزواني برئاسة موريتانيا في انتظار أن يستلم مهامه أغسطس المقبل وردود أفعال المعارضة. محمد عمر بلول، السهل تي في، نواكشوط. في أول رد على إعلان النتائج النهائية من طرف المجلس الدستوري، قرر مرشح المعارضة الأربعة الرئاسية في 2019 الاجتماع اليوم لتدارس قرار المجلس الدستوري والقاضي برفض الطعون التي تقدموا بها في نتائج الانتخابات الصادرة عن اللجنة المستقلة للانتخابات قبل الاتفاق على موقف موحد من النتائج النهائية. وفي ذات السياق، قال المرشح الرئاسي برام الدها عبيد إن المجلس عمق الأزمة السياسية بالبلد حسب تعبيره. وأشار العبيدي خلال مؤتمر صحفي سوال اليوم إلى أن الوضعية الحالية تتطلب مزيدا من الوحدة بين مكونات الشعب وهيئات المجتمع المدني والأحزاب والسياسة وفق تعبيره. نعتبر أن المجلس الدستوري عمق الأزمة السياسية في موريتانيا اللي معاها أزمة حقوق الإنسان، المعتقلين الكثر، ومخافر الشرطة، ومخافر الدرك، ومعاها أزمة شحن عرقي ودبلوماسي. هذا وأكد العبيدي أنه من واجب نظام تسوية الوضعية الحالية التي يعيشها البلد من خلال فتح حوار شامل مع جميع الطيف السياسي خاصة أحزاب المعارضة حسب تعبيره. ويا الله النظام اللي هو اللي
خلق هذه الأزمة يسويها عن طريق الحوار مع الأطراف السياسية كامل، خاصة أطراف المعارضة اللي فيها الأحزاب والمترشحين والهيئات. هذا وكان المرشح لرئاسيات محمد المولود قد أكد في وقت سابق أن مرشحي المعارضة سيعلنون موقفا موحدا من النتائج النهائية المقدمة من طرف المجلس الدستوري. قالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في موريتانيا إن هذه الانتخابات الرئاسية الأخيرة سمحت بالانتقال السلمي للسلطة من رئيس منتخب ديمقراطي إلى رئيس آخر منتخب ديمقراطي، تمثل نقطة تحول في تاريخ موريتانيا وتعتبر مثالا هاما للديمقراطيات الأخرى في إفريقيا والعالم العربي. وعربت السفارة في بيان لها عن ارتياحها لنجاح الانتخابات الرئاسية الموريتانية التي أجريت في 22 يونيو 2019، والتي وصفها البيان بالهامة. عقدت الجمعية الوطنية صباح اليوم مؤتمرا رئاسي، حيث تم استعراض مشاريع القوانين المحالة إلى الجمعية الوطنية من طرف الحكومة قبل عرضها في جلسات علنية. ويتعلق الأمر بمشروع قانون المالية المعدل لميزانية الدولة لعام 2019. مشروع القانون يتعلق باتفاقية القرض الموقعة بين الحكومة الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمخصصة للتمويل الإضافي لمشروع مياه الشرب وتنمية الواحات في المناطق الريفية. مشروع القانون يتعلق بالبرنامج التعاقدي بين الدولة والشركة الوطنية للحفر والآبار للفترة ما بين 2019 و2022. حددت وزارة التهذيب الوطني يوم غد الثلاثاء الموافق للثالث يوليو موعدا لتصحيح امتحانات البكالوريا، وفيما حددت بعد غد الأربعاء موعدا لتصحيح امتحانات شهادة ختم الدروس الأعدادية. وكانت لجان التوهيم بدأت أعمالها طيلة الأيام الماضية تحضيرا لبدء عملية التصحيح التي سبق وأن حددت لها مواعيدا في مراسيم الأصل الخاص بمسطرة مسابقات وامتحانات نهاية العام. هذا وبلغ عدد المترشحين هذه السنة حوالي 45 مترشحا، شكلت نسبة البنات من ضمنهم ما يقارب النصف. نشرة السادسة مستمرة لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. تعد محورة دبي بمقاطعة المذرذرة صرحا علميا يعمل منذ سنوات على العلم والتدريس القرآن الكريم، وقد خرجت عددا من الطلاب، ويشكل غياب وموارد مادية ثابتة هاشسا يؤثر على جهود المحضر التي يدرس بها حاليا 300 طالب من مختلف الأجناس والأعمار. هذه مدينة المذرذرة جنوبية موريتانيا، وهنا محضرة دبي التي أسست قبل عقد من الزمن لتدريس كتاب الله. هؤلاء طلابها من مختلف الأجناس والألوان والأعمار، يوحدهم طلب العلم، وقد نجحت المحضرة في تخريج العديد منهم خلال السنوات العشر الأخيرة. هي عندها ميزة عنها خالطة المدرسة والمحضرة. عندنا الحمد لله واحدين في الجامعة، واحد منهم اثنين كلهم عنده إجازة قابضة منهم، وعندنا واحدين في بكبر كانت ترشحين ويقرأ، وعندنا واحدين حالة كونكور مراحل كاملة موجودة. مثلنا خرجنا أربعة من الإجازة، وعندنا واحدين فاتوا مرحلة الحفظ داقر العشرين انتهت تقريبا، في واحدين مازالوا موجود، واحدين مشاب غير بعد مرحلة الحفظ فات كمل القرآن، ولا فات قبل الإجازة داقر العشرين منهم، وياك الحمد لله الفروع كاملين.
درعت فيهم درعت شفتوهم فيهم نواح حالوي 300. تلاوة وتدريس القرآن الكريم ظل الهدف الأسمى الذي أسست لأجله المحضرة، ويحاول مسيروها مواصلة تدوين أسطر جديدة في قصة النجاح والتحدي، لكن عقبات كثيرة تعيقهم خصوصا من الناحية المادية، إذ أن اعتمادهم على جهودهم الخاصة وما تجود به أيادي الخيرين فقط. جاءوا الخيرين وشافوا الجهد وقال عنهم لا يشاركوا فيه، وعاود ديك الجماعة ذاك القات هي هو التتم مقوم به إلى الآن. وعقب فتحة هذه الفروع شفتوا فتحة واحد في المحرة وواحد هون في الحسي واثنين خط عليهم هو الفروع كاملة لا بمشاركة الناس، لا الناس خير من أبناء المدررة، حتى قاعدنا إلى رأينا حد آخر صعدنا من هو. محضرة دبي لتدريس القرآن الكريم بمدينة المذرذرة صوت صادح بآي الذكر الحكيم، ومدرسة يؤمها كثيرون، منهم من حفظ كتاب الله ومنهم من ينتظر، لكن الظروف المادية تشكل هاجسا يؤرق أصحابها ويهدد بوأد تجربتهم التي أظهرت نجاحها ولما يتجاوز عمرها العاشرة. انتخب الرئيس النيجيري محمد إيسوفو رئيسا للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس خلفا لنظيره النيجيري محمد بوخاري. وقال الرئيس النيجيري عقب انتخابه خلال الدورة 55 لقمة رؤساء دول وحكومات إكواس إن ترأس المجموعة في هذه المرحلة من تطورها يشكل مهمة ثقيلة، مضيفا أن المنطقة تواجه القرصنة البحرية وهجمات بوكو حرام في حوض تشاد وهجمات التنظيمات الإجرامية والإرهابية في الساحل وكذا تنامي الصراعات الطائفية. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين: المجلس الدستوري يقر فوز محمد الشيخ محمد أحمد غزواني بالانتخابات الرئاسية ويعلن رفض الطعون المقدمة على النتائج. اجتماع لمرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية للخروج بموقف موحد من النتائج النهائية المعلنة من طرف المجلس الدستوري. الجمعية الوطنية تعقد مؤتمر الرؤساء وقانون المالية المعدل لميزانية الدولة العام لعام 2019 أبرز المشاريع المطروحة للنقاش. شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء بإذن الله.